السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين عشق الدرجة النارية. يعني اليوم غادي نوريكم كيفاش انك تدوز امتحان السياقة اللي هي رخصة السياقة من صنف A1 و A. بعد ما كتنجح من الكود يعني كتجي كدوز امتحان تاع السياقة. يعني هاد الخطة هذا ما خصكش انك تفوتو، ما خصش الرواد يخرجوا من هاد الخطة هذا، و حتى الخط الاخر ما خصش الرواد يخرجوا من داك الخط. يعني كتخرج من داك الخط كيعطوك كنز جور، يعني باش انك تفادى ديك كنز جور يعني غادي تشوف هذا الفيديو هذا وغادي نوريك كيفاش الطريقه انك تدوز الامتحان. وبالنسبه لهاد الخطوط هادو خصكم ما تقيسهمش، يعني خصك تريبلي في هاد الخط. المهم تابع معنا الفيديو غادي تفهم كلشي، ونتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. ويعني اول حاجه في الامتحان انك تلبس الخوذه تاعك او الكاسك. وبالنسبه للموتور يعني الدرجه الناريه كتكون فيتيس وكتكون امبرياج، يعني اوتوماتيك ممنوع، يعني امبرياج باش كدوز الامتحان. وبالنسبه ل كتمشي بروميان يعني بحال الامتحان تاع الطوموبيل. يعني بالنسبه لرخصه السياقه الفيديو كتكون من هنا كدريبلي، يعني دوك الخطوط البيضين ما خصك انك تقيسهم، يعني كدريبلي بحال هكا وما خصش الرواد يقيسوا دوك الخطوط البيضين. يعني ممنوع انك تحط رجليك، يعني الا حطيتي رجليك انك ساقط يعني كتمشي 15 يوم. بالنسبه باش تدور وتحط رجليك يعني ما خصكش تحط رجليك، يعني ممنوع. وبالنسبه لهذا الشريط هذا الاودي يعني ما خصكش تفوتو، يعني هذا الشريط هذا ما خصكش تخرج عليه، يعني الا خرجتي عليك يعني انك ساقط. وبالنسبه لسكت لك الموتور حتى هو راك ساقط. ودابا نوريكم الفيديو تاعي ملي باغي ندوز الامتحان، يعني امتحان لين رخصة السياقة من صنف A. يعني هذا هو الامتحان، يعني سهل. نتمنى للجميع التوفيق، يعني ولأول مرة كيتخلق عن المثال انه يشترك يتابونا ويتقع الجرس بس كل جديد. عاشق الدرجات النارية وكل ما يتعلق بالدرجات النارية بالمغرب.